إذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات. مسارات بين رؤى التطور والتحديث. مسارات، وتحت مظلة احتياج المواطن بين البر والبحر والجو، نكون سلسلة متصلة تصل إلى غايات هادفة تحت مظلة الوطن، بسواعد شبابها، بأبجدية النماء والعطاء. مسارات، في لوحة البداية يصوت مساراتنا يونس بن سليمان البوسعيدي وكامل بن فاضل الهنائية. مسارات، عيون المواطن هي رقي الواقع. يسطر سطور المسارات أحمد بن سالم الكلباني. مسارات. وبين مسار وآخر تبقى هذه الضيافة بمعية المخرج حمد بن عامر الوردي. مسارات. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مستمعين الكرام في دورة جديدة من برنامج مسارات. مسارات برنامج تنموي أسبوعي يتطرق لأهم الإنجازات والخطط والبرامج والتشريعات التي تقوم بها وزارة النقل والاتصالات. رسالة توعوية. رسالة توعوية. عزيزي المواطن، التخطيط والتصميم المدروس لطرقنا جعلها تتبوأ مركزا عالميا في مقدمة أجود الطرق بالعالم، فلنلتزم بقواعدها وأنظمتها التي وضعت من أجلك. أخبار الوزارة. أعزائي المستمعين، من أخبار وزارة النقل والاتصالات نأخذ لكم هذا الخبر، حيث وصلت نسبة الإنجاز في الحزمة الثالثة بمبنى المسافرين بمشروع مطار الدقم إلى نسبة 70%، والتي تشتمل على إنشاء مبنى للمسافرين تبلغ مساحته الإجمالية 8660 متر مربع، وبطاقة استيعابية تقدر بنصف مليون مسافر سنويا. تسارع وتيرة العمل في أعمال الحزمة الأخيرة لمشروع مطار الدقم، ونسبة الإنجاز تتجاوز 70% بنهاية شهر يوليو الماضي. هكذا أعزائي المستمعين، كان هذا تصريح المهندس سالم الحراسي مدير مشروع مطار الدقم حول نسبة الإنجاز في الحزمة الثالثة بمبنى المسافرين بمشروع مطار الدقم. وإذا نظرنا حقيقة إلى 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 بلادنا، يعني طولا وعرضا، ماذا نجد بالنسبة لشبكة الطرق؟ حقيقة في هذا البلد شبكة الطرق لا تضاهى. أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام في برنامج مسارات، ونتجه بكم الآن إلى زاوية أخرى في حلقة اليوم خصصناها للحديث عن مشروع ازدواجية طريق أدم ثمريت، الذي يعتبر واحدا من أهم المشاريع التنموية في السلطنة التي تعمل وزارة النقل والاتصالات على إنجازها على أرض الوطن. ولذلك يسرني أن أرحب بضيفي العزيز على طاولة الاستوديو المهندس أسعد بن هلال المحروقي، مدير دائرة الطرق بمحافظة الداخلية بوزارة النقل والاتصالات. أهلا بك مهندس أسعد. أهلا وسهلا، حياكم الله. حياك الله مجددا في برنامج مسارات. وننطلق إلى أول التساؤلات في موضوع حديثنا، ألا وهو مشروع ازدواجية طريق أدم ثمريت. نتعرف على التفاصيل الأولية حول المشروع، طوله كم الحزم التي يشتغل عليها. نعم، في الحقيقة المشروع ازدواجية طريق أدم ثمريت يعتبر من الازدواجيات المهمة التي تقوم بالإشراف على تنفيذها وزارة النقل والاتصالات. طول المشروع أو الحزم التي يحتويها هذا المشروع عبارة عن ثلاث حزم. بدأنا ولله الحمد في الحزمة الأولى
وهي تحتوي على جزئين، الجزء الأول بطول 120 كيلومتر والجزء الثاني بطول أيضا 120 كيلومتر. الحارات أو عرض الحارات لكل مسار 3.75 وبأكتاف خارجية 3 متر وبأكتاف داخلية 1.5 متر. أما الجزيرة الوسطية فهي بعرض 20 متر. نعم. جميل. كما ذكرت قبل قليل بأن المشروع تم تقسيمه إلى 3 حزم. نعم. جيد. هل تم إسناد المشروع إلى أكثر من شركة من خلال هذه الحزم 3 أم ماذا بالضبط؟ نعم، هناك توجه في الحقيقة لضمان سرعة الإنجاز، والحقيقة الكثير من التساؤلات طرحت، وتابعنا أيضا مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا المشروع مهم جدا ويهم أيضا المواطنين والمقيمين لكونه طريق يعتبر سياحي من الدرجة الأولى، ومن شأنه أن ينشط أيضا الحركة التجارية والاقتصادية في البلد. يعتبر الطريق أيضا نقطة الدخول الوحيدة إلى محافظة ظفار عن طريق محافظة الداخلية، وأيضا بطبيعة الحال وصولا من جميع محافظات السلطنة مرورا بهذا الطريق. فعلا هذا الطريق يعتبر مهم جدا، بدأنا ولله الحمد في تنفيذه بواسطة شركتين. الشركة الأولى تعمل هي شركة غنتوت للتجارة والمقاولات، والشركة الأخرى هي شركة اتحاد المقاولين العمانية. والحمد لله يعني العمل يمشي على بوتيرة جيدة، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 40%. هذا في الحزمة الأولى، في الحزمتين يعني. جميل. باعتبار أنه يعني تم إسناد المشروع والمشروع والحزمة هذه لجميع المراحل مرحلتين مع بعض، فيعتبر 40% يعني شيء مرضي، ونحن ما عندنا قلق يعني عن تقدم سير الأعمال إن شاء الله. جميل. طيب، كونك تحدثت عن موضوع الحزمة الأولى والانتهاء من 40% منها، سنتحدث عن المناطق أو المنطقة ربما التي تعاني من صعوبة الحصول على الردميات. كيف تتم مراعاة هذه النقطة؟ وأيضا هل سيؤثر ذلك على سرعة إنجاز المشروع إذا ما علمنا في نفس الوقت بأنه يعني شق الطريق لن يكون ممهدا، يعني الظروف لن تكون قياسية دائما؟ نعم، في كل مشاريع الطرق في السلطنة هناك لجنة مشكلة من وزارة النقل بعضوية وزارة النقل والاتصالات ووزارة البيئة ووزارة التجارة، والوزارات ذات الاختصاص هي العامة للمعادن أيضا، لتخصيص أماكن استجلاب التربة أو مقالع التربة نسميها البروبتس. هذا المشروع طبعا بطوله كان من الصعب الحصول على الحجارة، كان هناك في بعض المناطق، والحمد لله حصلنا يعني فيهن مخزون جيد من الحجارة. أيضا التربة متواجدة، يتم خلطها من موقع إلى موقع آخر، والحمد لله كان في بعض العراقيل في هذا الشأن، ولكن الحمد لله بتعاون الجميع قدرنا نتغلب على هذه المشكلة، والحمد لله المشروع الآن يمشي بوتيرة يعني متسارعة، لأنه خلصنا معظم يعني التراخيص انتهت والحمد لله. جميل. شيء جيد يعني. طيب، جانب آخر وربما يكون له علاقة بالجانب البيئي، شق الطريق سيجعل من المناطق التي يعبر من خلالها ضفتين، وبالتأكيد نحن نعرف بأن المساحات اللي راح يقطعها الطريق راح تكون فيها مواشي، راح تكون فيها إبل وما إلى ذلك.
هذه الملاحظة عبور الإبل خصوصا في المناطق الصحراوية التي تتواجد فيها مثل هذه المواشي، هل هناك إجراءات معينة متبعة في تصميم الطريق لتفادي وقوع حادث تجاه عبور الإبل أو شيء من هذا القبيل؟ نعم، طبعا المشروع هذا يحتوي على أنفاق، هذه الأنفاق تم دراستها في وضعها في المناطق اللي تكثر فيها عبور الجمال أو الحيوانات، أيضا هي في نفس الحال الوضع، يعني تستخدم أيضا لعبور السيارات أيضا من خلالها. طبعا في الجزء الأول يحتوي على 5 قصور وثلاث أنفاق، والجزء الثاني يحتوي على 1 قصر و6 أنفاق. طبعا يعني بناء هذا الطريق يعني ما شيء سهل بالتأكيد، يعني القصور هذه مكلفة، ولكن الحكومة في الحقيقة يعني سخرت الموارد لبناء هذا الطريق، وأيضا لفترة يعني نظرة مستقبلية، أيضا قد يكون ما في يعني كل بطول الطريق يعني موجود فيه تجمعات سكانية، ولكن حتى نظرة إلى المستقبل إن شاء الله بتكون ما عندنا فيه إشكالية. جميل. 5 قصور يعني في الجزء الأول، وهي المنطقة اللي أكثر فيها كثافة سكانية، وأيضا بطبيعة الحال هذا الطريق أيضا يمر يعني بمناطق أو شركات بترول وشركات عاملة في مجال النفط والغاز، فتم الأخذ أيضا في الاعتبار تصميم جسر واحد في منطقة تستخدمها شركة تنمية نفط عمان، مخصص أيضا للحمولات أو لقطع الطريق بواسطة هذا عن طريق هذا الجسر. جميل جميل. يحتمل جميع يعني الحمولات أو الارتفاعات اللي جميل المناسبة. وأنت وصلت إلى نقطة في غاية الأهمية نود أن نتحدث ونتساءل عنها فيما يخص مرور الشاحنات ذات الأوزان الكبيرة، كيف سيتم تنظيم هذا الأمر؟ شيء آخر، كيف سيتم استغلال الطرق أو الطريق الحالي؟ هل هو محاذي للطريق الآني أم من المتوقع والمخطط له أن يتم تخصيص طريق خاص لمرور الشاحنات؟ بالنسبة للأوزان، الوزارة لم تغفل هذا الجانب، والآن في توجه على أنه يكون فيه أوزان. في الجزء الأول بيكون فيه محطة أوزان واحدة، والجزء الثاني محطتين للأوزان. هذه من شأنها أنها يعني تخفف يعني أو تساعد العبء على الطريق أو تخفف الحمولات أيضا. جيد. أيضا تم الأخذ بالاعتبار أنه الطريق أيضا الحالي هو موجود، يعني لكن في بعض التعديلات في بعض المناطق بفعل أنه الجسور هذه إضافة، أيضا العبارات أيضا في تغيير في التصميم، فما ممكن نستغل الطريق الحالي بالكامل. الجزء الأول بيكون فيه إعادة لثمانين تقريبا 80 كيلو بيتم إزالتها بشكل كامل، وال40 كيلو بتظل كما هي في بعض التعديلات عليها. أما المسار هو نفس المسار، يعني على جانبه بيكون المسار الجديد على جانب المسار الحالي، ولكن المسار القديم بيكون فيه بعض التعديلات أو بعض التأهيل يعني. جميل. اللي يحتاجه. جميل. حسب ما يلزم. حسب ما يلزم. تساؤل آخر، المهندس أسعد بن هلال المحروقي مدير دائرة الطرق بمحافظة الداخلية، هل تم التعاون مع شرطة عمان السلطانية لتوفير مراكز للخدمات الطارئة في المستقبل؟ نعم، هناك مراكز أو أماكن وقوف للشرطة تم توفيرها، أيضا هناك بعض الأماكن المخصصة كوقوف للشاحنات وغيره،
أيضا تم الأخذ في الاعتبار بتجهيز بعض المناطق التي من الممكن استثمارها، وسيتم طرحها عن طريق الجهة المختصة والجهات المختصة. تم الأخذ في الاعتبار جميع هذه النواحي. جميل. والمرافق التي يحتاجها الطريق، لأنه هذا تساؤل يطرح في أكثر من مناسبة خصوصا لهذا الطريق، هناك حاجيات عدة يمر بها مستخدم الطريق ويحتاج أن يجدها على جانبي الطريق سواء الذاهبين أو العائدين، فهل هناك خدمات سيتم توفيرها على الطريق؟ نعم، هناك مناطق سيتم تجهيزها، ولكن الجهات ذات الاختصاص هي اللي بتطرح هذا مثل المحطات المتكاملة بتكون على الطريق، ولكن نحن نجهز هذه المناطق كمواقف أو يعني مداخل ومخارج. وأما الجهات التي يعني يسند لها استثمار مثل هذه المناطق بتحصل إن شاء الله الأمور يعني جاهزة. جميل. نعم. أنت ذكرت في وقت سابق مهندس أسعد بن هلال المحروقي موضوع الأنفاق التي من الممكن أن تقوم بها الوزارة تجاه التجمعات السكانية الأكبر ربما، ولكن نتحدث مرة أخرى عن هذا الموضوع ونتساءل، هل سيتم توفير تقاطعات ووصلات مع الطرق الثانوية المؤدية للتجمعات السكانية أيضا فيما يخص الجسور وأنفاق المشاة، هل هناك من إضافة؟ نعم، هناك طبعا لكل الجسور وضعت في مداخل أو تقاطعات تجمعات سكانية أو المناطق النفطية، أيضا تم أخذها في الاعتبار سواء الجسور أو الأنفاق. الجزء الأول يحتوي مثل ما تطرقنا له سابقا على 5 جسور و3 أنفاق تم توزيعها بشكل يعني متوازن بحيث تضمن أيضا الرجوع فيما بينهن تقريبا 15 كيلو. وتم أيضا الأخذ في الاعتبار بعض العبارات التي من الممكن استخدامها أيضا للرجوع. جميل. ربما هو التساؤل الذي يطرح غالبية مستخدمي الطريق الآن، كونك ذكرت سابقا بأن هناك نسبة 40% من المشروع تم إنجازها تقريبا، فهل سيتم كما هو عهد من وزارة النقل والاتصالات بأن تفتح الأجزاء الجاهزة من الشارع؟ نعم إن شاء الله سيتم افتتاح الأجزاء التي تكون جاهزة فور جهوزيتها. نعم، فأيضا سيتم الإعلان عنها في حينه عندما تنتهي. جميل. سيتم فتحها بطبيعة الحال لكونه هذا الطريق مهم جدا، ونحن نريد نخلص يعني نفتتح بعض الأجزاء إن شاء الله. جميل. الانتهاء من المشروع بالكامل متى سيكون بإذن الله؟ هو الانتهاء من المشروع حسب المخطط له. المخطط له في منتصف 2019، ولكن يعني بطبيعة الحال في بعض الأحيان يعني تواجهنا بعض الصعوبات أو بعض العراقيل، فإن شاء الله نحن متوقعين أنه يخلص في يعني في منتصف 2019. جميل. يعني. إذن هكذا مستمعينا الكرام، هذا كان لقاءنا حول موضوع ازدواجية طريق أدم ثمريت، هذا المشروع الذي سيخدم الكثير من المستخدمين كما سيخدم الحركة التنموية في السلطنة، هذا المشروع الذي تقوم به وزارة النقل والاتصالات. وكنا قد تحدثنا عن هذا المشروع رفقة ضيفنا الكريم المهندس أسعد بن هلال المحروقي مدير دائرة الطرق بمحافظة الداخلية. شكرا جزيلا لك مهندس أسعد. شكرا لكم. شكرا. وأيضا الشكر موصول لكم أنتم أعزائي المستمعين على هذه المتابعة التي قضيناها برفقتكم على مدار ربع ساعة كاملة من الوقت مع أبرز ما أنجزته وقدمته وزارة النقل والاتصالات. إلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج مسارات. في الأسبوع القادم لنا مسار آخر. مسارات. يونس البوسعيدي، كامل الهنائية، أحمد الكلباني، وحمد بن عامر الوردي. مسارات.
مسارة.